عيران المري. أما الآن أنقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن بريك المري. شكرا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، متواصلين مجددا أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء مع انطلاقة الشوط الثامن والخامس لفئة البكار من هذه الفترة المسائية، والمقدمة مباشرة مع عروبة التي تحتل المركز الأول وتنتزع الصدارة. عروبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة، آل ثاني وتضمير عروبة مع سالم بن فاران المري. النقلة والدور دور المركز الثاني، هنا شروط لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتضمير مع حمد بن محمد بن جهويل. نقلة إلى المركز الثالث، وصلت مشهورة مشهورة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، التضمير مع عبد الهادي بن هليل. النقلة والدور دور المركز الرابع، من بدأت في الدخول إلى معترك الصدارة وصلت في رابع المراكز، أيضا مشهورة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وتضمير مشهورة مع راشد بن عبيد بن بعيران. نقلة إلى المركز الخامس والأخير المسموح له بالنداء والإذاعة، هنا الظبي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتضمير مع راشد بن عبيد بن بعيران المري. هذه النتيجة أيها الأخوة الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، وعودة إلى شروط من غيرت، ولكن هناك دخول على شروط من عروبة. عروبة وشروط، وهذا الشوط يبدو أنه ملتهب من الأسماء الموجودة. شروط من شاهدناها في سباق المستشار حلت وصيفة في الشوط الأول الرئيسي، وكانت منافسة وندا قويا في ذلك اليوم. المركز الأول عادت مرة أخرى، عادت عروبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وإذ أول كيلومترين تنقضي من المسافة، آخر 3 كيلومترات سنتعرف بعد انقضاء المسافة على سيدة هذا الشوط. نقلة إلى المركز الثالث، الثالثة مشهورة باحثة عن الشهرة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، التضمير مع عبد الهادي بن هليل. نقلة إلى المركز الرابع، مشهورة في رابع المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والبحث عن النقطة الخامسة إن أمكن، يبحث هذا الشعار، يبحث عن النقطة الخامسة له في هذا المساء، ولكن دخول على رابع المراكز من قبل الظبي من تنطلق. في المركز الرابع أيضا بشعار الأمير، بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتضمير مع راشد بن بعيران المري، تنتزع المركز الثالث في هذه اللحظة، في هذه اللحظة ومنافسة على المركز الثالث، ولكن الظبي تنتزع المركز الثالث. النقلة على المركز الرابع مشهورة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، التضمير مع عبد الهادي بن هليل. وخامس المراكز، الخامسة مشهورة أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ولكن حدث تغيير ودخول على خامس المراكز من قبل وحيشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمير وحيشة مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه الخمس المتقدمة الأولى وآخر الكيلومترين الأخيرين، وعودة إلى الصدارة. يا سلام يا سلام يا عروبة، عروبة عروبة تقود الشوط، تقود المسيرة، مسيطرة على المركز الأول، متربعة تربع ممتاز وتربع تاب، ولكن شروط تتدخل وتنتزع المركز الأول وتسحب بساط المقدمة. شروط يا سلام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ولع الشوط أيها الأخوة، احتمل وطيس هذا الشوط، عروبة وشروط، يا سلام يا سلام، جنبا إلى جنب 1500 متر، يا سلام، عروبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة، التضمير مع سالم بن فران، وأيضا شروط لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد
من فهد آل سعود والتضمير مع حمد بن محمد بن جهويل. الله الله الذهبي وراء العوايد والمعركة طاحنا أيها الأخوة ونقترب من الكيلو الأخير، كيلو عدم الرحمة، كيلو العمليات، كيلو تكرم بعده الذلل أو تهان. نقلة إلى المركز الثالث، نقلة إلى الثالث أيها الأخوة، وحيشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير مع محمد بن خالد العطية والمركز الرابع. من تنطلق يا سلام سلطانة، تتسلل سلطانة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير مع سالم بن فران المري والمركز الخامس أيها الأخوة، المركز الخامس من الجانب الآخر الظبي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي. وعودة إلى شروط يا سلام، تنطلق شروط في المقدمة الشوط، هذه من حلت وصيفة، من حلت ثانية في الشوط الأول الرئيسي في سباق سعادة المستشار. تنطلق يا سلام يا سلام، الله يا شروط، تنطلق وبدون منافس على الإطلاق لتنتزع وتهدي النقطة الخامسة في هذا المساء لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد. ويا حمد بن محمد اتلاحق التوقيت الزمني، أفضل توقيت مسجل في هذا المساء تحت أقدام متعبة، ولكن جماهير شروط يطالبونك بحركة بسيطة لجماهير هذا الشعار ولمحبين هذا الشعار. ولكن الخطورة، الخوف قادم أيها الأخوة، الخوف قادم من قبل وحيشة، ولكن خلاص اللحظات الأخيرة، المئتين متر الأخيرة. يا سلام يا شروط، يا سلام يا شروط، يا سلام يا شروط. وحيشة قادمة في المركز الثاني، قادمة وحيشة، وحيشة وشروط، ولكن شروط أيها الأخوة، شروط أيها الأخوة، والمئة متر الأخيرة تهدي هذا الشعار النقطة الخامسة. تهانينا أيها الأخوة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتهاني إلى ميدان عينية من يحتضن هذا الشعار هناك، الميدان الخاص لهذا الشعار لحظات الوصول. تهانينا والناموس المركز الثاني، وحيشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث الظبي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، المركز الرابع مصيحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والخامسة اللي احتلت المركز الخامس عروبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. كانت هذه النتيجة، أيضا تشاهدون لحظات وصول شروط 7:54 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتهاني موصولة لحمد بن محمد بن جهويل المري. المركز الثاني، المركز الثاني وحيشة قطعت المسافة في 7:55 22 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني موصولة لمحمد بن خالد العطية المركز الثالث. الظبي قطعت المسافة في 7:57 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي.